بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ربنا أهلنا إلى إرجاع الدين كما كان مع السابقين عليهم رضوانك يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضا ولا عدوان إلا على الأوباش اللي أم. قال: فإنا أي الله قد فتنا قومك من بعدك، أي من بعد خروجك مما هم ماكثون فيه، وأضلهم السامري. وشكون ظلهم؟ واحد مش منهم، لكن هنا من بما أنهم ناس في الضلالة يحوسوا في الهبال يحوسوا، ما همش عارفين أن السامري ليس منهم، ولكن ربما عنده ما يوصل باش ينتقم منهم. تفضل سر الأسرار ما تركته أقدام أمين الوحي عليه السلام، فأخذ جزء من التراب اللي أنا كان بعلاقة بحافر من ما كان عند الملك العظيم أمين الوحي، وقذف على بلهم اللعبة اللي باش الجسد اللي جاي من خليط الفضة والذهب والزمرد معناه ذوبهم في النار، وصلع لهم العجل، وجعل على في أجوف، وجعل فما ماشي وجاي للواء باش يحدث صوتا ليوهمهم أن هذا الرب هو حي يرزق، وحي يسمع صوته، وحي الكل حرارة. وهل مجر هذا كلك؟ لأنه لما ضلوا عن سبيل الله وتركوا سيدنا موسى عليه السلام بقولهم: اذهب أنت وربك القاتل إن هنا قاعد، هذيك قالوها باللسان، بل في الحالة هذه في المرحلة هذه قالوها بحالهم، حال الغافلين عن مراقبة الرحمن لهم، وهم ملعونون من أول التاريخ إلى آخره، إلا البعض منهم وهم خلة. نسأل الله أن لا يصيبنا ما أصابهم، والسلام بالتمام.